يعيش وأن يكتفي من القتل وأن يعيش في سلام. أخي ماذا تفعل؟ لا شيء فقط أعبر عن رأيي. وكيف ذلك؟ عن طريق مسابقة مبادرة مناظرة التي أتاحت لي الفرصة لأعبر عن رأيي بما يحتاجه غيري. جميل، أفسح لي الطريق. تفضل. من حق غيري من المهجعين أن يعودوا إلى بلادهم. من حق غيرنا أن يعيشوا أينما يشاء. من حق غيرنا أن يتعلم. من حق غيري أن يعمل ويجمع قوت يومه. شباب، لماذا نقول إن من حقي ومن حقك ومن حق ومن حق غيرنا مختلف في الرأي؟ إذن من حق غيرنا أن يكتسب حقه ويمارسه بحرية وبدون قيود.